اتمنى من الله انه وقف اطلاق النار فوري، لانه تعبنا بصراحه. احنا ما لناش بيوت، ولكن احنا حابين نقعد في بيوتنا. نتمنى من الله من كل حاجه، يعني خلاص تعبنا احنا كنازحين، تعبنا كثير، مش قادرين نقعد في مكان احنا مش عارفين نقعد فيه. هذا للاسف الشديد بدنا نرتاح، بدنا نقعد في بيوتنا. خلي تعيين الشمال يروحوا، احنا تعيين معسكر غرب خان يونس. انا مش ما عنديش بيت، لكن انا حابب اني اقعد في بيتي. تعبنا هنا، ما فيش امكانيات، ما فيش، تعبنا كل يوم موت، دمار، خراب. احنا ايش مستفيدين من الحرب هذه؟ احنا ما استفدناش حاجه منها. اول شيء كل واحد فينا بيتمنى انها توقف الحرب، لكن انت تسالني عن المفاوضات. انا بقول لك اليهود لا بتمسك لا بتمسك معاهدات ولا اتفاقيات. اليهود مماطلين، اليهود غلبوا الانبياء من الاول. بدهم مش يغلبونا احنا، حيغلبونا وزياده كمان. اسرائيل بتماطل، ما بدها اتفاقيات. اسرائيل قاعد بتماطل علشان تطيل امد الحرب، وهذه مصلحه سياسيه بالنسبه لنتنياهو. اما انه في القريب العاجل انها تصير صفقه، انا اشك انها تصير صفقه في الايام هذه. كل نازح في قطاع غزه بامل انه الحرب هذه تنتهي، لانه عانينا ونزحنا بدل المره 20 وتبهدلنا، والامراض والعيانين كلها هيته، لكن مش على حساب حاجات ثانيه. يعني انت تفكرش يعني بدك تروح ترتمي في الشارع برضه. بده يكون لنا شروط، وبده يكون لنا اولويات، وبده يكون لنا دواء واكل وشرب وغاز وكل ملابس وكل شيء، فهمت؟ وهدوء وطمانينه، مش نروح ننزح لنا يومين ونرجع ثاني. بده يكون لنا حاجات كثيره. توقيف اطلاق النار بالله عليك واللي يمشي صح. احنا بدنا نوقف اطلاق النار، احنا مكفي، احنا تعبنا وطفى عنا الكيل وزاد، والله العظيم ما احنا قادرين نحكي، وبطلت تفرق عنا، نموت نعيش، بطلت تفرق. بس احنا بنقول هذا خطوة حلوة ليوم الخميس ان توقف اطلاق النار. احنا مبسوطين لشغلة. انا بتمنى يوم الخميس يجي على خير. انا بتمنى انه توقف اطلاق النار. ان شاء الله يا شيخ المسائل يحسوا في الشعب الفلسطيني، ويحسوا فينا احنا في الهجرة وفي الخيام اللي احنا درجة حرارتها لما تكون في الطياب لما يكون فوق الـ40 درجة مئوية. ونتأمل من الله، مش من المسائل، نتأمل من الله ان ربنا يفرجها علينا ويهونها علينا وتتم الصفقة هذا على خير. بقول لك هلقيت لا في صفقة ولا شيء، لهم لهم 4 أشهر هم بيضحكوا على الناس، ابو ايش ابو هيوه في الناس، كله كذب في كذب، لا في صفقات ولا في نيلة. على ايش بنتحاول؟ ما تمش نتحاول عليه.